باسم عرب النعيم، باسم الشيخ أبو عنان، باسم كل المنطقة والقرية الترشيحة، نحن نرحب بكم سيادة المطران في بيتك وفي بين أهلك وأخوانك، ونحن على علم بالمواقف المشرفة التي تقوم بها حضرتكم، كذلك الأعمال والأقوال الذي ترفع الرأس والذي تهمنا جميعا. سيادة المطران، اليوم ثاني يوم رمضان، وأنت عندنا هذا بيدل أنه أنت مندمج مع هاي الفئة، مندمج مع العرب ككل، وهذا الشيء يرفع الرأس. أنا أرحب بكم أحسن ترحيبا حارا، وإن شاء الله ربنا يعطيك الصحة سيادة المطران وتبقى في خدمة الشعب، وأهلا وسهلا بك وبالإخوان جميعا. شكرا شكرا أبو عنان. وبالمناسبة الحلوة اللي جمعنا مع أبونا حبيبنا وأخونا وابن شعبنا، بنعتز وبنفتخر به، والله إني لما بشوفه على التلفزيون برفع راسي به وبأمثاله. فاليوم الحمد لله اجتمعنا به وعند أخونا أبو عنان ونشكره، والحمد لله اللي في عنا رجال في أمتنا اللي متابع الطريق وراح توصل إن شاء الله للهدف اللي هو المحبة، جمع الناس مع بعض في أمة واحدة اللي هي الأمة العربية. وشكرا لكم. أنا بنرحب في أخونا وحبيبنا وابن بلدنا، وجينته عزيزة علينا دائما، وكل ما نشوفه الحقيقة قلبنا بضحك، لأنه إنسان شريف، إنسان كل المزايا الطيبة فيه وما كل الخصائص الطيبة فيه، وما في عنا يعني إذا بدنا نحكي طول الوقت ما منكفي للموقع اللي هو موجود فيه. موافق. شكرا جزيلا. وبالمناسبة الحلوة اللي جمعنا مع أبونا حبيبنا وأخونا وابن شعبنا، بنعتز وبنفتخر به، والله إني لما بشوفه على التلفزيون برفع راسي به وبأمثاله. فاليوم الحمد لله اجتمعنا به وعند أخونا أبو عنان ونشكره، والحمد لله اللي في عنا رجال في أمتنا اللي متابع الطريق وراح توصل إن شاء الله للهدف اللي هو المحبة، جمع الناس مع بعض في أمة واحدة اللي هي الأمة العربية. وشكرا لكم. من مدينة القدس، أهلا، زئت بيتك، وكلكم تعرفون ماذا تعني مدينة القدس بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا كمسلمين ومسيحيين في هذه الديار. أتيتكم من رحاب المدينة المقدسة حاملا إليكم رسالتكم، ورسالة القدس دوما هي رسالة الإخاء الديني، ورسالة التضامن الإنساني، ورسالة السلام والمحبة التي لا حدود لها. أتيناكم من القدس لأننا نحبكم، والمحبة هي التي تجعلنا نقطع كل هذه الكيلومترات لكي نلتقي مع من نحب ومع من نحترم، ونريد أن نتواصل لكي نعبر عن وحدتنا الوطنية في هذه الديار مسلمين ومسيحيين. ولذلك رسالتي إليكم أولا، أطلب منكم سواء كنتم من هذا البلد أو من غيره من البلدان، أن تنقلوا إلى إخوتنا المسلمين محبتنا، أن تنقلوا إليهم احترامنا، أن تنقلوا إليهم معايدتنا في هذا الشهر المبارك، شهر الصوم والعبادة، شهر رمضان المبارك الذي نتمنى بأن يكون شهر صلاة وشهر صوم وشهر عودة
إلى الأحضان الإلهية لكي يدرك الإنسان بأن الخالق هو واحد أحد، ونحن مخلوقون على صورة الله ومثاله أيا كان انتماؤنا الديني، وعلينا أن ندرك بأننا ننتمي إلى أسرة بشرية إنسانية واحدة خلقها الله. أن ندافع عن قيمنا الإيمانية الحقة. أقول قولي هذا لأنني مدرك أنه في هذه الأيام وفي هذه الفترة العصيبة التي تمر بها منطقتنا العربية، هنالك للأسف الشديد، وأنا أقول هذا بمنتهى الألم، هنالك أناس يقتلون باسم الدين، هنالك من يقطعون رؤوس البشر باسم الدين، هنالك من يمتهنون الكرامة الإنسانية باسم الدين، هنالك من يهدمون دور العبادة باسم الدين. وأنا أتساءل وأقول بأن هؤلاء لا يمثلون الدين. من يذبح باسم الدين لا يمثل الدين، لأن الدين لا يعلمنا أن نقتل، وإنما يعلمنا أن نحب. من يمتهن كرامة الإنسان باسم الدين هذا لا يمثل الدين، لأن الدين يعلمنا محبة الإنسان، لا أن نبغض الإنسان وأن نقتله وأن نعتدي على كرامته. ولذلك